سؤال يا شيخ أحمد، تفضل. ما يعني ما حكم من يغضب فاطمة يا شيخ أحمد؟ موجود عندكم في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه حكمة فقط. نعم، من يغضب فاطمة يغضب الله عز وجل في كتبكم وصحيح كتبكم. جيد، كويس. خذوا هذه الرواية في عين الحياة للمجلسي، كويس، في صفحة 310 يقول المجلسي: وروي بسند معتبر عن أبي ذر أنه قال: أهديت لجعفر جارية قيمته 4000 درهم، فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي عليه السلام تخدمه، فجعلها علي في منزل فاطمة، فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن، فعلتها؟ فقال: لا والله يا بنت محمد، ما فعلت شيء مما الذي تريدين. قالت: تأذن لي يا عيسى فاروق لحظة يا عيسى فاروق، سؤالك كان واضح للسيد، والآن السيد قلت: ما حكم من يغضب فاطمة؟ نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في فقرة لك الهاتف، من ضمنهم مداخلة الناصبي عيسى الفارور، أتى بإشكال أو شبهة يعني سخيفة جدا، وأوقع نفسه في الفخ كعادته لحماقته، وهو أن يقول أن ما حكم من يغضب السيدة الزهراء عليها السلام، حكمه كافر مخلد في النار بلا شك، فيريد أن يأتي برواية، جاء برواية مروية في بحار الأنوار ينقلها عن علل الشرائع للعلامة أو الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان، وهذه الرواية زين هي موجودة في بحار الأنوار بحسب البحث يعني بالإنترنت، هي موجودة في الجزء 43 الصفحة 148، ويمكن موجودة في بعض الأجزاء الأخرى، على أي حال ليس هذا هو يعني الإشكال. يقول هو: ما دام أن أمير المؤمنين في هذه الرواية أغضب الزهراء عليه السلام، فإن يعني حكمه يكون أيضا مخلد في النار. أولا نقول لك يا جاهل يا أحمق، هذه الرواية يعني الموجودة كما قلنا في بحار الأنوار وينقلها عن ينقلها عن علل الشرائع، سندها هو عن أبي سعد عن الحسن بن عرفة عن وكيع عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح عن أبي ذر رحمة الله عليه. سند هذه الرواية سندها هو من أسناد أهل الخلاف، فلا يمكن لك أولا أن تحجنا بهذه الرواية. هنا يفترض أن يسقط الإشكال الذي أتى به هذا الجاهل، ونقول أن هذه الرواية غير معتبرة عندنا، وينتهي الإشكال نهائيا، لأنها أساسا سندها واضح أنه من أسناد أهل الخلاف، فوكيع على سبيل المثال من شيوخي طائفة البكرية ومن كبار علمائهم، وكذلك البقية يعني الحسن بن عرفة أحد محدثي أهل الخلاف. هنا يفترض أن يسقط الإشكال من رأسه، ولا يفترض بنا أن يعني أن نتعمق كثيرا وأن نقرأ الرواية ويعني نجيب بأجوبة أخرى. هنا نقول لك أن هذه الرواية غير معتبرة وانتهى الإشكال، ولكن نحن لن نأخذ بهذا الأمر، لأننا لسنا من عبدة الرجال ولسنا من عباد الأسناد كأمثالكم وأمثال أهل الخلاف. سوف أقرأ عليكم أولا أخواني الكرام الرواية بتمامها كما هو مذكور في بحار الأنوار في الجزء 43 الصفحة 147 بحسب النسخة الإلكترونية. يقول رقم 3: علل الشرائع، أبي عن سعد عن الحسن بن عرفة عن وكيع عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة، فأهديت لجعفر جارية قيمتها 4000 درهم،
فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي عليه السلام تخدمه، فجعلها علي في منزل فاطمة. فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن فعلتها؟ فقال: لا والله يا بنت محمد، ما فعلت شيئا، فما الذي تريدين؟ قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال لها: قد أذنت لك. فتجللت بجلالها أو بجلبابها لعله، وتبرقعت ببرقعها، وأرادت النبي صلى الله عليه وآله، فهبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن هذه فاطمة قد أقبلت تشكو عليا، فلا تقبل منها في علي شيئا. فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: جئت تشكين عليا؟ قالت: إي ورب الكعبة. فقال لها: ارجعي إليه فقولي له رغم أنفي لرضاك. فرجعت إلى علي عليه السلام فقالت له: يا أبا الحسن، رغم أنفي لرضاك تقولها ثلاثة. فقال لها علي: شكوتني إلى خليلي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسوءتاه من رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد الله يا فاطمة أن الجارية حرة لوجه الله، وأن الأربعمائة درهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء أهل المدينة. الصفحة التي بعدها 148. ثم تلبس وانتعل وأراد النبي صلى الله عليه وآله، أي أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: قل لعلي قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية، فرضى في رضا فاطمة. قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية في رضا فاطمة، والنار بالأربعمائة درهم التي تصدقت بها، فأدخل الجنة من شئت برحمتي، وأخرج من النار من شئت بعفوي. فعندها قال علي عليه السلام: أنا قسيم الله بين الجنة والنار. هذا تمام الرواية. فأين هو غضب فاطمة الزهراء عليه السلام؟ على أي حال، نحن سوف نقرأ هذه طبعا شبهة قديمة ويعني مكررة ومجاب عنها في موقع القطرة بعنوان: هل حقا غضبت الزهراء على بعلها أمير المؤمنين عليهم السلام؟ هنالك أكثر من رواية يتشدق بها أهل الخلاف ويثيرون الشبهات. من تلك الرواية هذه التي جاء بها هذا الأحمق الناصبي عيسى الفارور، نقرأ نص جواب الشيخ الحبيب بعد أن أورد الرواية كاملة التي قرأناها قبل قليل. يقول: فالنص كما ترى منقبة لأميرنا صلوات الله عليه، لا منقصة بحقه. ففضلا عن تبرئة الأمير نفسه مما أظهرت الزهراء صلوات الله عليها اعتراضها عليه، فقد جاء الوحي من عند الله جل جلاله بتعظيمه عليه الصلاة والسلام ومنحه الجنة بأكملها هدية له على حسن صنيعه. فأي منقبة وأي فضيلة أعظم من هذه؟ على أن الاعتراض الذي أبدته الزهراء على فرض التنزل عن إنكار صدوره منها لم يكن من قبيل الاعتراض الحقيقي، وإنما الاعتراض الصوري، أي أنها عليها الصلاة والسلام أظهرت واصطنعت هذا الاعتراض لتظهر مناقب علي إن أمير المؤمنين عليه السلام ولتصل إلينا، مضافا إلى أن النبي والوصي والسيدة صلوات الله عليهم كانوا وكذلك سائر الأنبياء والأوصياء يصطنعون أدوارا معينة في الحياة بغرض التعليم الإشهادي إنجاز التعبير، حيث يقتدي البشر بهم ويتعلمون، كما في المثال كيف يجب أن تكون أخلاق المرأة تجاه زوجها وهكذا. وفي هذا الشأن كانت قصص كثيرة
أو قصص كثيرا من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام، إذ هي قصص تعليمية تربوية قصد أصحاب اصطناع تلك المواقف والأدوار بأمر الله تعالى ليتعلم الناس. فلاحظ على أن جمعا من العلماء ومنهم الصدوق نفسه وهو صاحب الرواية في الشرائع قال في موضع متقدم من كتابه أنه لا يولي هذا النوع من الأخبار والرواية تصديقه، فقال ليس هذا الخبر عندي بمعتمد ولا هو لي بمعتقد في هذه العلة، لأن عليا عليه السلام وفاطمة عليها السلام ما كان ليقع بينهما كلام أو كلام يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإصلاح بينهما، لأنه عليه السلام سيد الوصيين وهي سيدة نساء العالمين مقتديان بنبي الله صلى الله عليه وآله في حسن الخلق. علل الشرائع الجزء الأول صفحة 156. يكمل الشيخ يقول غير أن حيث نميل منهجيا إلى الاحتياط في رد روايات أهل البيت عليهم السلام أشد الاحتياط التزاما بتوجيهاتهم وأوامرهم صلوات الله عليهم، فإنا نعمد إلى حمل المعنى أو توجيهه إلى ما يستقيم مع الاعتبار الديني الذي دلت عليه النصوص المتضافرة، وإلا يمكن لغيرنا أن يدعي سقوط الرواية سندا أو متنا استشهادا بتصريح الصدوق رحمه الله، لكننا نتورع عن ذلك ولا نرى ضرورة له مع وجود المحمل المعتبر. إذن يا أيها الأحمق، كان بإمكاننا من البداية نقول أن هذه الرواية ساقطة لأن سندها أو متنها غير معتبر وهي ساقطة كما صرح الشيخ الصدوق، ونتعلل بهذا التعليل. الآن نقلب عليك المسألة، نقول لك أيها الجاهل، وردت في أصح كتبكم أن من أغضب فاطمة الزهراء فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه روايات مستفيضة في أصح كتبكم. على سبيل المثال ما جاء في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله ومنقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. رواية أخرى أيضا من صحيح البخاري عن نفس الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. نأتي إلى روايات أخرى رويت في صحيح البخاري أن فاطمة عليها السلام كانت ساخطة وواجدة على أبي بكر وعمر لعنهم الله. صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب أداء الخمس من الدين بسنده أن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين كما يقول أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله سألت أبا بكر الصديق لعنه الله كما تقول الرواية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. إذن فاطمة صلوات الله عليها غضبت على أبي بكر لعنه الله وتوفيت وهي غاضبة عليه. رواية أخرى في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر عن عائشة أيضا أن فاطمة بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله قال
لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. إذن الذي غضبت عليه فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هما أبو بكر وعمر لعنهم الله، كما جاء في أصح كتبكم. فأمامك ثلاث خيارات، لا رابع لهما. إما أن تقول أن الراوي عائشة لهذه الأحاديث هي الكاذبة، وبالتالي يسقط دينك ويسقط معتقدك وقداسة عائشة لديك، أو تقول أن صحيح البخاري كاذب بهذه الروايات، وبالتالي يسقط البخاري ويسقط ما فيه من روايات، وبالتالي أيضا يسقط دينك الذي أنت كنت تعتمد عليه لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، أو تقول والعياذ بالله والعياذ بالله أن فاطمة هي التي أخطأت وأنها كاذبة في ذلك والعياذ بالله، وبالتالي تكفر جملة وتفصيلة. لا خيار لك إلا هذه الثلاثة، اختر ما شئت فأحلاهما مر. هكذا يا ابن عائشة حينما تأتي هنا إلى قناة فداك وتأتي وتهرج، اعلم أنك لست في قنوات أخرى تهرج فيها وتفعل ما تشاء، أنت هنا مع أبناء علي الكرار صلوات الله عليه الكرار، وليس أبناء عمر الفرار.